الفانيلا هاي أنا أحبها بشكل كثير جدا، أهداني إياها لاعب منتخب البرازيل وإي سي ميلان اللاعب العالمي كاكا. كاكا أهداني إياها بشكل شخصي وسجل اسمي عليها، وأحب أني أنا أهديها لشخص ممكن يفرح بها. ملابس طفلتي الأولى لها ذكرى غالية على قلبي، ريحتها، ألوانها، شكلها تذكرني بأيام جميلة مرت علي. اليوم في شهر الخير حابة أني أهدي أم في العالم تستفيد منه وتلبس أبنائها. كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يوقع على كتاب خلال حفل حضرته. هذا الكتاب يحتوي على مجموعة من أشعار سموه يعني لي الكثير، سأتبرع به لعل كلمات الشعر تزرع البسمة والفرحة في قلوب من يحتاجها.